واحد انت قول لي رب. اول شيء يا اول شيء بدنا نسوي شرح شامل بطريقه جديده نشرح فيها فقره. احنا بنحكي عن اي دوله؟ انجلترا. انجلترا معناها انجلترا صح. في كلمات ثانية تعني انجلترا هي كلمه بريتن او يوكي، واتفقنا يوكي اختصار ليونايتد كينجدم المملكه المتحده. تقريبا 50% من السكول ليفرز، شو معنى كلمه سكول ليفرز؟ خريجين المدارس بخلصوا مدارس ولا كان كلمه ليف معناها يغادر او يتخرج، والتصريف الثاني من ليف ليفت بالاي صح، والثالث ليفت. طب كلمه ليفت بيجي معناها يسار. طب لو كانت بالاي شو معناها؟ مصعد. طب اعطوني كلمه ثانيه تعني مصعد. اليفيت. كويس. 50% من خريجي المدارس بروحوا للهاير ايديوكيشن. شو معنى ايديوكيشن؟ التعليم. شو معنى هاي؟ عالي. شو عكس هاي؟ لو. تمام. بقول لي هذا الفيجر، في شيء فيجر؟ رقم. طب شو معنى فينجر؟ اصبع. طب اعطوني كلمة ثانية تعني فينجر. بحكي لي هذا الرقم ليس نوت هاي، ليس عالي. كيف؟ قبل 20 سنة كان قديش الرقم؟ 30. قبل 30 سنة من العشرين يعني قصده قبل 50 سنة كان هولي فقط قديش؟ 50. إذا هذا التغير الأول بحكي لي أنا ذا هيوج تشينج. شو معنى تشينج؟ ضخم. تغير. تغير. شو معنى هيوج؟ ضخم. تغير آخر ضخم. كلمة هيوج معناها كبير وضخم. أعطوني كلمات بيج. 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 لا 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 بيرموس. إنيرموس. ناس. كل معناها ضخم. تغير فاينانشال. شو يعني فاينانشال؟ مالي. له علاقه بمين؟ بالمصاريف. وهي كلمه فاينانشال مطلوب بالانجليزي معناها ريليت تو ماني، يرتبط بالمال او بالنقود. تمام تمام. صار يشرح لنا عن تغير المال. بحكي لي بيفور. شو يعني بيفور؟ شو عكس بيفور؟ قبل عام 1980 كان الهاير اديوكيشن التعليم عالي. باي دوله؟ شو قصده؟ يونايتد كينجدوم. كان فري. شن فري؟ مجاني. لمين؟ لليوكي سيزنز. مواطنين؟ اليوكي. كويس. حكينا كلمة فري شو معناها؟ مجاني. إلها معنى ثاني. كويس. سينز ذن منذ ذلك الحين شو قصده؟ 8؟ 90. شو هاي معنى فيز؟ رسوم. وهاي؟ تعليم. طب هاي إلها معنى ثاني شو؟ تيجي.